مرات الشيخ قالت هتديني بطة كبيرة منها. بس هي طيبة يا أبو. مالك يا أختي بتردي كده ليه؟ معلش مضايقة شوية. مش كتير عليكي؟ خلصي الجمهورية. أهي الدنيا مقلوبة أهو وهو نايم ومبحلق في السقف. بكره يجي اللي يفززك. ياه امشي هات كل يوم. مش انت هتاخد لي الحاجات دي اللي انت هتبقى تتحمك؟ ايه اللي انت جبالك يا اخي؟ انت دقت لا يا كمني يا لهوي يا يحيى. ده سر حمام واقف عليه حرس يا هلا. ده الاخويا اللي لسه طالع من السجن. فين وطنيته؟ اه لو هنتكلم بقى في وطنيه وثوره والكلام ده انا ابو الوطنيه. لك تقول الاقلام وكل حاجه. اه والهدوم النظيفه. اتاكدوا انها نظيفه. اه